السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 9 من درس الدالة الأسسية. إذا التمرين يقول حل في R المعادلة الإكسبونسيال ديال 4x + 1 ناقص 3 الإكسبونسيال ديال 2x + 1 ناقص 2 أو تساوي 0. إذا لنحل المعادلة، مجموعة التعريف هنا المعادلة هي R. إذا ليكن X من R لدينا المعادلة تكافئ ماذا؟ إذا أول ملاحظة خصني نحاول نبسط هذه الكتابة شي شوية. حنا كنعرفوا بأن E أس A زائد B هي E أس A مضروبة في E أس B. إذا E أس 4x + 1 هي E مضروبة في E أس 4. إذا تكافئ E أس E مضروبة في E أس 4x ناقص 3. إذن E أس 2x + E هي E مضروبة في E أس 2x. إذن E أس 1 راه هي E ناقص 2E تساوي 0. هنا كيبان لي واحد العامل المشترك اللي هو E، كيمكننا نعملو بهذا العامل. إذن E عامل، هنا كيبقى لنا E أس 4x. هاد E أس 4x راه هي E أس 2x لكل أس 2. إذن هي E أس، إذن كيبقى لنا E أس 2x لكل أس 2 ناقص ماذا؟ ناقص 3 E أو أس 2x ناقص 2. إذن هنا عملنا بـ E بقات لنا غير ناقص 3 E 2x ناقص 2 تساوي 0. إذا عندنا E عامل واحد التعبير يساوي صفر. إذا ملي كيكون عندنا جداء بعددين كيساوي صفر، وكنكون عندنا واحد العدد عدد A مثلا يخالف الصفر، فأوتوماتيكمون راه B كيساوي صفر. مثلا عندنا 3x تساوي صفر، 3 راه كتخالف الصفر، إذا كيبقى x تساوي صفر. إذا هذه المعادلة تكافئ E ديال 2x لكل أس 2 ناقص 3 E ديال 2x ناقص 2 تساوي 0. دابا يمكن لي ندير تغيير المتغير. إذا تغيير المتغير اللي كندير هو كنوضع تي كتساوي لنا E ديال 2x. إذا نضع تي تساوي E ديال، يعني الإكسبونسيال ديال 2x. إذا المعادلة تصبح على شكل تي مربع ناقص 3 تي ناقص 2 تساوي 0. إذا نديرو دلتا نحسب المميز. إذا دلتا تساوي ناقص أو تساوي ب أس 2، أي ناقص 3 لكل أس 2 ناقص ماذا؟ ناقص 4 مضروبة في ناقص 2. إذا ناقص 4 أ سي. إذا هي 9 ناقص في ناقص زائد 8 أي تساوي 17. إذا دلتا تساوي 17، أي جذر دلتا كتساوي لنا الجذر ديال 17. إذا المعادلة تقبل حلين، يعني أن تي كتساوي لنا ناقص بي. إذا ناقص بي يعني ناقص ناقص 3 أي زائد 3، يعني 3 ناقص جذر دلتا اللي هو 17 على 2 أ اللي هي 2 أ كتساوي لنا 1. أو تي تساوي 3 زائد جذر 17 على 2. إذا 2 ديال الحلول. إذا بطبيعة الحال إذا حنا كنقلبوا على أو ديال 2x، إذا هذه تكافئ أن أو ديال 2x تساوي ماذا؟ تساوي 3 ناقص جذر 17 على 2، أو أو ديال 2x يساوي 3 زائد جذر 17 على 2. حنا كنعرفوا بأن الإكسبونونسيال دائما موجب قطعا، يعني أو ديال 2x راه دائما أكبر قطعا من الصفر.
ناقصني نتأكد هاد العددان واش هما عددان موجبان أو سالبين، خصني نعرف الإشارة ديالهم. دونك هذا راه عدد موجب، 3 ناقص جذر 17 على 2، إذا هذا عدد سالب. علاش؟ لأن جذر 17 تقريبا غتعطيني شي 4 فاصلة، وبالتالي 3 ناقص جذر 17 أصغر من الصفر، يعني غتعطيني واحد العدد سالب. إذا هذه المعادلة ليس لها حل. إذا شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا فقط 2x، إذا هذه غير ممكن. إذا غير ممكن أن 2x تساوي لنا الإكسبونسيال ديال 2x تساوي لنا واحد العدد سالب. إذا شنو كيبقى؟ كيبقى أو ديال 2x تساوي 3 زائد جذر 17 على 2. إذا هذه المعادلة تكافئ أن 2x تساوي الآلان ديال 3 زائد جذر 17 على 2. حنا كنعرفو علاقة التكافؤ، ف أو ديال إكس كتساوي لنا إكغيك، تكافئ أن إكس تساوي الآلان ديال إكغيك. دونك هادشي اللي طبقنا في هاد العلاقة هادي. إذا إكس تساوي 2 مضروبة في إكس، 2 كنديوها للطرف الثاني، غترجع 1 على 2 الآلان ديال 3 زائد جذر 17 على 2. إذا هذا هو الحل ده هاد المعادلة هذه. إذا إس تساوي 1 على 2 الآلان ديال 3 زائد جذر 17 على 2.